أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنناقش فيها ما وراء دعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. من جديد تعود الأمم المتحدة لتظهر وجه الرضا عن مطالب الميليشيا وتعنتها في خطوة وصفتها الحكومة بالتناقض الصريح مع قراراتها السابقة وقرار مجلس حقوق الإنسان الذي أكد على ضرورة وجود لجنة وطنية للتحقيق. وفي الوقت الذي أنجزت فيه اللجنة الوطنية المستقلة والمشكلة بقرار جمهوري وبمباركة من الأمم المتحدة أول تقاريرها عن الانتهاكات خلال العام 2015، عادت الأمم المتحدة لتقفز إلى الوراء وتعيد إلى الواجهة جدلا قد انقضى عهده وأوانه ومبرراته أيضا. خطوة اختلف الكثير في قراءتها وتفسيرها، خصوصا وأن الأمم المتحدة نفسها سبق وأن أكدت في بيان لها أنها لم تستطع النزول الميداني خلال العام السابق. فهل تكون دعوة الأمم المتحدة نابعة من عدم الرضا عن تقرير اللجنة الوطنية، أم أنها نوع من الضغوطات السياسية على الحكومة للقبول بالمبادرة الأمريكية الأخيرة؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم في محورين: ما سر إطلاق دعوة الأمم المتحدة في هذا التوقيت، وهل من دلالة سياسية يمكن أن تفهم من خلال ذلك، وهل تعكس دعوة الأمم المتحدة حالة من عدم الرضا عن تقرير اللجنة الوطنية، أم أن في الأمر تبديلا في المواقف والقناعات؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. مرة أخرى يعود الجدل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. هذه المرة يعود الجدل على وقع دعوة الأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة دولية للتحقيق في تلك الانتهاكات، مدعومة بتوصية من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهي الدعوة التي انتقدتها الحكومة اليمنية معتبرة ذلك تراجعا عن دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في هذه الانتهاكات، والتي كان قد أقرها مجلس حقوق الإنسان العام الماضي كلجنة تحقيق مستقلة. وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي أكد أن هذه الدعوة تتناقض مع اعتراف الأمم المتحدة في بيان لها أنها لم تتمكن من خلال بعثتها في اليمن من النزول الميداني والعمل على الأرض خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة بجدية وإيجابية وستناقش التوصية المقدمة، إلا أن إنشاء أي لجنة دولية الآن يتعارض مع اللجنة الوطنية ولا يخدم العدالة، مؤكدا أن المطالب بتحقيق دولي لن يحقق الهدف المرجو وهو العدالة والإنصاف حسب قوله. يعود أساس هذا الجدل إلى العام الماضي عندما تقدمت هولندا بمشروع يدعم إنشاء لجنة دولية، لكنها عادت وسحبت هذا المشروع ليتم إقرار المشروع العربي الداعم للجنة الوطنية التي كان الرئيس هادي قد أقر تشكيلها في وقت سابق، ونتج عن ذلك قرار مجلس حقوق الإنسان بدعم هذه اللجنة فنيا وتقنيا. وبينما تستعد اللجنة الوطنية لتقديم تقريرها الأول إلى المجلس، يعود الجدل بشأنها إلى نقطة البداية. فبينما تعتقد الأمم المتحدة أن اللجنة الوطنية لن تحقق القدر المرجو من الاستقلالية باعتبارها لجنة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، ترى الحكومة أن الأمم المتحدة لا تعمل بجهد كاف للحد من انتهاكات الميليشيا لحقوق الإنسان، وأن وراء اللجنة الدولية أهدافا سياسية لا غير. وما إقرار الأمم المتحدة بأنها غير قادرة على العمل في ظل الظروف القائمة إلا ملمحا عن ذلك الفشل الذي يحيط أداء الأمم المتحدة في اليمن، وخصوصا ما يتعلق بملف انتهاكات حقوق الإنسان. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المحامي عبد الرحمن برمان. أستاذ عبد الرحمن مساء الخير. مساء النور. بداية أستاذ عبد الرحمن، ما هو التناقض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص اللجنة الوطنية بعد أن باركتها قبل عام وتشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية، اليوم تتحدث عن إنشاء لجنة جديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير للمشاهدين الكرام. مساء النور. حقيقة نحن في اللجنة الوطنية، يعني كموقف في اللجنة ليس هناك أي موقف حول ما يدور حاليا من في رقة الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان حول قضية تشكيل اللجنة الدولية، باعتبار أنه هذا الأمر بالنسبة لنا لا يعنينا بشيء، باعتبار أن اللجنة تستمد مشروعيتها من القرار الوطني وأيضا من قرار من مباركة دولية، وهي كانت مطلب دولي على مر يعني تقريبا 5 سنوات كان المجتمع الدولي يطالب الحكومة اليمنية بتشكيل هذه اللجنة، وبدأت المطالبة في شهر
مايو 2011 بعد مجزرة جمعة الكرامة وكثير من المجازر التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين. نعم. وكانت في ذلك الوقت حكومة علي مجور أعلنت استعدادها لتشكيل هذه اللجنة، وظلت الحكومات المتتالية تؤكد على تشكيل هذه اللجنة إلى أن أصدر فيها قرار جمهوري في شهر 12/2012 بتشكيلها، لكن لم يسمى أعضائها. وبعد أن دخلت البلاد في إشكاليات وفي أزمات وفي حروب تعذرت تشكيلها حتى كانت ضرورة ملحة بسبب اتساع دائرة الانتهاكات. نعم. سمى رئيس الجمهوري بقرار جمهوري في 7 سبتمبر 2015 أعضاء اللجنة. لكن يعني كرأي شخصي أنا أرى أنه هناك اليوم تغيب ثقافة حقوق الإنسان وتغيب قوانين حقوق الإنسان ويغيب الإنسان المنتهك، وتحضر السياسة في هذه نعم الظروف أقصد التي تمر فيها كثير نعم من بلدان العالم. أستاذ عبد الرحمن، أقصد يعني ما قصته في سؤالي التناقض من قبل الأمم المتحدة. يعني لماذا الأمم المتحدة يعني بخصوص هذه اللجنة باركت في البداية والآن بدأت تتحدث عن تشكيل لجنة أخرى؟ الكثير يتحدث ربما لأن اللجنة لا تحتوي مثلا يعني أعضاء من الطرف الآخر من ميليشيا الحوثي والمخلوع. لا أعتقد هذا الأمر، باعتبار أنه جميع أعضاء اللجنة جاءوا من بيئة قضائية وحقوقية، ورئيس الجمهورية عندما أصدر القرار لم يطلب من الأحزاب السياسية أن ترشح هؤلاء الأشخاص، ولكنهم اختارهم بالتشاور مع الحكومه بناء على تاريخهم السابق في العمل القضائي وفي العمل الحقوقي. نعم. لم يكن هناك اي تمثيل لاي جهات. ولكن من عندما نتحدث حول اذا كان هناك اشخاص مقربين من الجماعه، فهو كان هناك الاستاذ احمد الوادعي الذي يعد مقرب من الجماعه، وحصل هناك ضغوط، ربما تعرض لكثير من الضغوط، ويعني اعتذر عن الاستمرار بالعمل في اللجنه. هناك انا اعتقد يعني انه هناك امر يعني مريب يعني يحدث في أوروبا الامم المتحده، بل انا اريد ان اقول لك شيء ربما ستستغرب له اكثر. نحن بعد ساعتين من الان سوف نتوجه الى اثيوبيا للقاء مع المفوضيه، مع فريق الخبراء المشكل من المفوضيه لدعم اللجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات مدافعين حقوق الانسان. وسوف نظل على مدار يومين ورشة عمل مشتركة بيننا وبينهم حول والطرق الدعم الفني الذي سيقدم للجنة والدعم اللوجستي. يعني الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان والمفوضية هي تتعامل حاليا مع اللجنة الوطنية. نعم. يعني حتى هذه اللحظة هل ممكن هل ممكن اعتبار أن هذا يعني ربما هذه الدعوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولا تعد كونها قرار من مجلس الأمن، أو ربما مؤشرات لاتخاذ قرار بتشكيل لجنة يكون صادر عن مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان؟ لا يعني لو نحن في اللجنة نبتعد قليلا عن التحليلات السياسية، لكن هناك إشكاليات يعني في الوقت الحالي، وربما هي على طول الزمان المؤسسات الأمم المتحدة أصبحت يعني ذراع سياسي لكثير من الدول التي تمارس عمليات ضغط. يعني لكن احنا لو تساءلنا ما هو الداعي لتشكيل هذه اللجنه، يعني هل هناك اي داعي، او هل ستحقق اللجنه، ما الذي يمكن ان تحقق هذه اللجنه الدوليه؟ عندما نعم. كنا في شهر مارس في جنيف و التقيت مع احد من كانوا يدعو الى اللجنه الدوليه، فرايت برنامج اللجنه الذي هو معد. اللجنه نعم. سيكون مقرها العاصمه الاردنيه عمان. نعم. اللجنه ستظل تراقب الوضع عن بعد، وسألت كيف ستكونوا في عمان ولم تكونوا موجودين في الميدان، وكيف ستجروا تحقيق؟ يعني ربما نقول رصد اشياء، قالوا وربما هذا سي نعم الأجمر. وربما هذا ما ابدا اصطناعيه عبر الصور عبر نعم. يعني لا اعتقد انه سيكون هناك لجنه تحقيق لا تنزل الى الميدان. ايضا هناك لجان تحقيق منذ 5 سنوات منذ 6 سنوات لم تنجز شيء، لجنه التحقيق الخاصه بسوريا لم تنجز شيء حتى اللحظه، ويعني صرفت ملايين الدولارات على هذه اللجنه ولكنها لم تحقق اي انجاز على الواقع. بينما اللجنه الوطنيه كانت موجوده في الميدان، اللجنه الوطنيه نزلت الى اماكن الاحداث، اللجنه الوطنيه لديها راصدين ومحققين منتشرين في كل نعم. محافظات الجمهوريه. يعني لا يوجد هناك هل يمكن اعتبار نعم استاذ عبد الرحمن، هل يمكن اعتبار الدعوه لتشكيل هذه اللجنه هو عدم يعني الرضا او عدم القبول بالتقارير التي رفعتموها من اللجنه الوطنيه وتقدمها وزير حقوق الانسان؟ لا نحن لم نبلغ بأن هناك
انه يعني لم يكن هناك اي انتقادات حتى هذه اللحظه، لم توجه اي انتقادات للتقرير نهائيا. وانما حسب ما علمت من الجانب الحكومي عندما يعني هم قدموا هذه التوصيه قبل فتره وكانت موجوده وسلم التقرير، قالوا نحن اعددنا التقرير قبل ان نعلم ان اللجنه الوطنيه اعدت التقرير وان اللجنه الوطنيه قد، لكن هم يعلموا بان نحن خطوه بخطوه ونحن نعم. شهريا نصدر بيان حول ما من انشطه اللجنه، حول عدد القضايا التي البلاغات التي تلقيناها، حول القضايا التي هي رهن التحقيق، حول الانجازات التي انجزناها. اصدرنا تقرير خاص بما حدث في المذابح الاخيره في تعز وقبل اي طرف، يعني كنا متواجدين اثناء المجزره، كان فريق اللجنه موجود في الميدان نعم. ومباشره باشر التحقيق مع طيب استاذ عبد الرحمن نعم نرى وجهة نظر أيضا ضيفنا من فيينا الأستاذ الناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد في منظمة سام. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النار أخ بشير لك وللأستاذ عبد الرحمن برمان ولجميع مشاهدي قناة بلقيس. مرحبا بك أستاذ توفيق. تفسيرك أنت لتناقض الأمم المتحدة ودعوتها لتشكيل لجنة دولية بعد أن تم اعتماد اللجنة الوطنية المعنية يعني متابعة الانتهاكات في اليمن؟ أنا أعتقد أن دعوة المقرر المفوض السامير بن الحسن لتشكيل لجنة تحقيق دولية ومتعللا بأن لجنة التحقيق الوطنية في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن لم نتواصل مع جميع الأطراف هو أمر ليس بجديد، لأنه أنا أعتقد أنه الذي يتبع مسار أو علاقة المفوضية مع هذه اللجنة سيجد أن هنالك عدم رضا وإن كان غير معلن إلا في القرار أو في البيان القرار الأخير من قبل المفوضية الثانية. أعتقد أن المفوضية اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ تشكيلها الأول سعت بكل ما تستطيع للتواصل مع المفوضية استنادا لقرار مجلس حقوق الإنسان الذي أيد إنشاء اللجنة الوطنية في دورته 30 المنعقدة في سبتمبر 2015 نعم. والذي أصدر القرار 18-30 طلبا من المفوضية السامية تقديم المساعدة الفنية للجنة التحقيق. قال أنا أعتقد في زيارة التي تمت إلى جنيف تم اتفاق على الخطوط العامة بعد ذلك عندما رجعت المفوضية إلى اليمن لكن مجلس الأمن أستاذ توفيق لكن مجلس الأمن ربما شدد على أن تكون هذه اللجنة لجنة وطنية ويعني مشهود لها بالنزاهة وفي العمل الحقوقي وعلى ضوءها تشكلت هذه اللجنة. هم كانوا دقيقين عندما زرنا جنيف هم كانوا دقيقين بأنهم سوف يتابعون الأعضاء الذين تم إعلان أسمائهم سيتابعون ملفاتهم سيتابعون مسيرتهم المهنية وبالتالي هم مدركين هم متابعين وعارفين لهذه اللجنة بكل تفاصيلها. وبالتالي أنا الذي أريد أن أقوله بأن المفوضية الثانية عندما حاولت اللجنة أن تتواصل معهم في صنعاء يعني تعللوا بعدم يعني تعللوا بعدة علل وهي من ضمنها عداء الخصوصية وثم كانت دورة الأردن الذي ناقشتهم فهو يعني الذي تبين اللجنة الوطنية أن المفوضية السامية في الأردن يعني لم تسعى لتأخريج تأشيرة إلا للرافدين الذين حاولوا تدريبهم في الأردن بالاتفاق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. نعم. بمعنى أنه العلاقة أن المفوضية السامية كان لديها منذ البداية عدم رضا ربما لحسابات أخرى. هل رشح نعم أستاذ توفيق هل رشح مثلا من عدم الرضا الذي تتحدث عن اعتراض على بعض الأسماء في اللجنة الوطنية التي شكلتها اليمن بأمر من رئيس الجمهورية؟ لا 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 لأنه أنا الذي أقوله أن اللجنة الوطنية التي شكلت بالقرار 140 هي جاءت استجابة للمجتمع المدني للناشطين لقرار مجلس الأمن 27 وقرار مجلس الأمن 19 وقرار 28 ومجلس حقوق الإنسان أصدر قرار رقم 18-30 طلب من المفوضية بمعنى أن الهيئات الأممية المعنية بملف حقوق الإنسان ليس لديها اعتراضات في هذا الأمر لكن نعم. السلوك المريب هو الذي يثير الدهشة بعد أن حاولت اللجنة الوطنية التواصل بعد ذلك مع ممثل المفوضية السامية داخل اليمن لازم مناقشة آلية بروتوكول تعاون بين الطرفين حاولوا يراوغوا
عدة مراوغات، إما بحجة الخصوصية أو بحجج أخرى واهية. نعم. هل يمكن ربط المبادرة الأمريكية الأخيرة التي دعا لها كيري بإنشاء حكومة وفاق وطني ومن ثم تسليم الأسلحة، لها علاقة مثلا بالموضوع، وهو ما جعل الأمم المتحدة تدعو لتشكيل لجنة وطنية ربما تفرض من الطرف الآخر من ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع من يرشحونهم للانضمام لهذه اللجنة؟ والله أنا أعتقد أنه كلام كيري وبشكل عام والتطورات الأخيرة هي جاءت تصب في طرف الحوثي أو الطرف الانقلابي للأسف الشديد، ومن ضمن هذا الطرف أنه جاء يقدم صك على بيار على حساب حقوق الإنسان الموجودة في اليمن، من ضمنها اللجنة الوطنية التي شكلت من أجل رصد هذه الانتهاكات في اليمن. نعم. أنا أعتقد أنه تصريح كيري أو بن الحسن هو يعطي مزيد من القوة ومزيد من الدعم للطرف الانقلابي، ويزيد ويوسع من نطاق انتهاكات حقوق الإنسان، لأنه زيد بن الحسن هو في حقيقة الأمر يتعلل بأن اللجنة الوطنية لم تستطع أن تتواصل مع كافة الأطراف، وهو والأصل في هذا الأمر أن الدول الكبرى أن تضغط على الطرف الذي لم يتعاون بأن يتعاون. اللجنة الوطنية لا سيما أنها نعم لا سيما ستوفيق بأن الموضوع اتركني هذه النقطة لأجل يعرف المشاهد الكريم. نعم. أن اللجنة الوطنية شكلت ضباط اتصال وتواصلت مع المكتب السياسي أيام صالح الصمد الآن أصبح رئيسا للانقلابيين، إلا أنها لم تجد أي تعاون، بمعنى أن اللجنة الوطنية فتحت أبوابها على كافة الأطراف بما فيه الطرف الانقلابي، لأن ولايتها القانونية هي ولاية على الأراضي اليمنية وتشمل كافة الانتهاكات. نعم. الأمر الثاني إلى أن تشكيل لجنة وطنية أو تشكيل لجنة تحقيق دولية في ظل الظرف الأمني الموجود في اليمن الذي لا يأمن فيه الراصدين على أنفسهم، بمعنى ذلك أننا نترك ملف حقوق الإنسان بدون رفض، لأن اللجنة الوطنية لدينا أمثلة في سوريا لن تستطيع أن تراقب الوضع عن كثب، ولن تستطيع اللجنة الوطنية اليوم لديها 30 راصدا منتشر في الجمهورية اليمنية، تتلقى الشكاوي، تنزل إلى الميدان، تقوم بالزيارات، لديها اتصال. نعم. مع الوكلاء. يعني أفهم نعم ستوفيق، أفهم من كذا من كلامك أن هناك مثلا توجه دولي لتضييع وتغييب الانتهاكات التي في اليمن يعني بمباركة دولية. هذا الذي سيحدث إذا تم إلغاء اللجنة الوطنية لإدعاء حقوق الإنسان، تشكيل لجنة تحقيق دولية سورية أو لجنة تحقيق فندقية بمعنى أصح، معنى ذلك أنها تعطي الضوء الأخضر للانقلابيين لمنتهجي حقوق الإنسان في اليمن من أي طرف كان لمزيد من الانتهاكات. نعم. طيب تكرم بالبقاء معي أستاذ توفيق، أعود إلى الرياض مع عضو اللجنة الوطنية الأستاذ عبد الرحمن برمان. أستاذ عبد الرحمن، إذن كيف سيؤثر ذلك على عمل اللجنة إذا ما استمر المجتمع الدولي والأمم المتحدة تطالب بتشكيل لجنة أخرى؟ لا أعتقد أنه هنا سيكون هناك أي تأثير نهائيا، لا سلبا ولا إيجابا في الأمر، لأنه نحن يعني لدينا قرار إنشاء للجنة، قرار جمهوري، ولدينا اللوائحنا الداخلية هي التي تحكم عملنا. نحن أيضا لدينا قرار مجلس حقوق الإنسان ومباركة المجتمع الدولي بأكمل، يعني إجماع، يعني لدرجة أنه لم يتم التصويت في قضية اللجنة الوطنية، بل أعلن على أنه الإجماع بدون تصويت عندما وافقت جميع الدول في الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. فقط دعني أوضح نقطة مهمة جدا. نعم. تصحيح لسيادتك وللمشاهدين الكرام. نعم. هذه أن أنت تتحدث حول مجلس الأمن أو الأمم المتحدة. نعم. فما حصل هو مجرد هي المفوض السامي زيد بن رعد هو يعتبر سكرتير للمجلس، هو موظف، ولكنها ربما مؤشر أستاذ عبد الرحمن، ربما هو مؤشر هو مؤشر لجص النبض على ضوءه تبنى بعد ذلك قرارات جديدة. لا هو هي هذه توصية، وعادة في كل هو يعملها في كل توصياته، ويطالب بتشكيل لجان وطنية وهكذا، دائما هم يقولوا، حتى دائما يقولوا نحن دائما تعودنا على أن نطلب تشكيل لجنة. حتى من ناحية عملية، لو فرضنا أنه جاء المجتمع مجلس حقوق الإنسان ومشى معهم، يعني سيحتاج الأمر طبقا للإجراءات داخل الأمم المتحدة إلى وقت طويل جدا حتى تشكل هذه اللجنة، يتجاوز العام والنصف. نعم. حتى تشكل فقط.
نعم، وربما الموضوع حقوقي عن التمويل وعن الاشخاص وعن المقترحات. نعم طيب استاذ عبد الرحمن، في هذه الجلسه يتخذ القرار، وفي نعم. المجلس القادم تعرض الاسماء وتختار، وبعدها في بعيدا عن هذه التفاصيل استاذ عبد الرحمن، نعم بعيدا عن هذه التفاصيل، يعني ايضا الامر هو متعلق بانتهاكات سواء من جميع الاطراف، وهذه اللجان هي سترصد الانتهاكات في كل مكان في اليمن وفي كل منطقه، لن تستثني سواء الاماكن التي بيد الانقلابيين او الاماكن التي تخضع نعم. للحكومه الشرعيه. اذا اليس الاحرى بالمجتمع الدولي ان يعني يدعم هذه اللجنه ويكون واقف معها بشكل كبير؟ يعني هو يا اخي الكريم، عمليا المجتمع الدولي كله يدعم اللجنه عمليا. نعم. التقينا بسفراء الاتحاد الاوروبي واعلنوا يعني هذا قبل ايام، التقينا بالسفير الهولندي واكد دعم هولندا للجنه، التقي السفير البريطاني واكد دعم بريطانيا للجنه، بل انه وقعنا اتفاقيه دعم للجنه في المجال المجتمع المدني وفي مجال الاعلام مع السفاره البريطانيه، وسننفذ المشروعين يعني في بعد 3 أسابيع بعد العيد باسبوع تقريبا، سننفذ ورش عمل للاعلاميين للتعريف باللجنه ومهامها وتعريف المواطنين بها وكيف يمكن ان يخدموا المواطنين في تعريفهم باللجنه ووصول المنتهكين او من تعرضوا للانتهاكات للجنه. نعم. لدينا لقاء مع الدول الاتحاد الاوروبي وبعض السفارات مثل امريكا واليابان وغيرها. نعم. في بعد حوالي اسبوع، يعني المجتمع كله، نحن الان بعد ساعه ونصف سنتوجه للقاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان فرع اليمن، لكن سيكون اللقاء في أرتيريا بسبب الوضع في اليمن، في أثيوبيا عفوا، سوف نلتقي ورشة عمل كي حول أبرز النقاط. يعني نعم استاذ عبد الرحمن، عمليا المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان إلى الآن هو يقدم الدعم، وهو الآن سيضع خطة للسنة القادمة، سوف يقدم الدعم الفني الخبرات. المفوضية السامية لحقوق الإنسان عينت 3 خبراء دوليين لدعم اللجنة الوطنية للتحقيق، يعني كل ما هو موجود في الواقع وكل ما موجود، يعني هذا الامر موضوع التوصيه انا اعتقد انه اخذت اكبر من حجمها في الاعلام. نعم. ربما يكون هناك يعني ضغوط سياسيه او رساله سياسيه، نحن لا نهتم لهذا الامر، نحن ماشون وماضون، فقط نضع بين اعيننا ماذا تحملون شعار اللجنه هو عدم. نعم. الافلات. ماذا تحملون في لقائكم الجديد استاذ عبد الرحمن؟ العقاب وتعويض الضحايا. نعم، ماذا تحملون ماذا تحملون هذه المرة ل يعني مندوبي المفوضية السامية الذي ستلتقون فيه كما تحدثت، ستغادرون بعد ساعة ونصف من الآن للقاء بمندوب المفوضية السامية؟ هو سيكون لقاء تشاوري، يعني ورشة عمل حول ما الذي يمكن أن تقدمه المفوضية من خبرات فنية ودعم لوجستي للجنة. نحن سيكون هناك طلب المفوضية يعني تزويدنا او بخبرات من اللجان السابقه الشبيهه باللجنه الوطنيه، نطلع عليها على هذه الخبرات، تعيين خبراء خاصين يعني حسب طلب اللجنه، نحتاج احيانا خبراء تقنيين في الجوانب العسكريه وما اشبه ذلك في اعداد التقارير او مراجعه التقارير. سيكون هناك ايضا يعني الدعم اللوجستي للجنه في حال مثلا سفريتها وذهابها الى جنيف وترتيب الوضع والدعم. هل في اجنده اللجنه؟ نعم استاذ عبد الرحمن، رئيس مجلس حقوق الانسان. نعم. هل في اجنده استاذ عبد الرحمن؟ نعم، هل في اجنده اللجنه الوطنيه بانكم ستصلون حتى الى المناطق والمحافظات الخاضعه لسيطره الميليشيا؟ هل لديكم مندوبين يعني اقصد مندوبين في هذه المحافظات ام كيف؟ لا يوجد محافظه فيها انتهاكات الا ورصدنا داخلها، من صعدة الى عمران الى حجة الى الحديدة الى امانة العاصمة صنعاء ومحافظة صنعاء وفي ذمار في البيضاء، في كل المحافظات التي يوجد فيها انتهاكات نحن موجودين، نحن في عدن وفي شبوة وفي أبين وفي لحج وفي حضرموت، في كل محافظات اليمن نحن في تعز، وفتحنا أول فرع للجنة قبل حوالي شهر، فتحنا أول فرع للجنة في محافظة تعز وموجود الآن، ونشيد بتعاون المحافظ وتعاون المجتمع المدني في تعز، المجتمع المدني الحي. لا مشكلة، لا مشكلة أستاذ عبد الرحمن، لا مشكلة، لا مشكلة في المناطق هناك المحررة والتي تخضع لسلطة الشرعية، ربما يعني النقطة الأهم هي في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيا، هل سيتم السماح للجنة بالوصول إلى المناطق التي حدث فيها انتهاكات لتوثيقها لرصدها لسماع شهادات من الناس
وكما هو واضح بأن الميليشيا ربما لن تسمح لكم أصلا بالدخول لهذه المناطق ورصد أي انتهاكات فيها. حتى أكون منصف، يعني احنا رصدنا في صنعاء وفي صعدة وذكرت لك حجة وعمران وغيرها، لم يتعرض راصدونا للمنع من عملية الرصد، كانوا متواجدين وذهبوا إلى منازل الأشخاص المنتهكين إلى مواقع الأحداث ورصدوا هناك، لكن ما حدث أنه رفضت جماعة الحوثي هو التعاون مع اللجنة وتحديد ضابط الاتصال، كل ما عملوا هو أن استلموا المذكرات وعملنا لهم أكثر مذكرة، ولدينا في إحدى المذكرات تم الاستلام من قبل مدير مكتب صالح الصماد أو صالح الصماد، هناك استلام بالمذكرة التي طلبنا في تحديد ضابط الاتصال، لكن لم يتم الرد على هذه المذكرات. أما الراصدين هم متواجدين في كل المحافظات ويقوموا بعملهم ولا يوجد هناك أي شيء. طيب أستاذ عبد الرحمن، سؤال أخير، الجهة المخولة بالإشراف على عملكم أقصد من قبل مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، هل هناك جهة مخولة بالإشراف على تقاريركم ومتابعة عملكم ودعمكم بشكل مباشر؟ لا يوجد نهائيا أي جهة تشرف على عمل اللجنة، وإنما هناك مجلس حقوق الإنسان طلب من المفوضية أو كلف المفوضية للمساعدة فقط تساعدنا، لكن نحن لجنة مستقلة، تقاريرنا نصيغها داخليا، كل ما نحتاجه هي خبرات فنية من قبل المفوضية، وهذا الذي يحدث رغم أنه هناك بطء شديد وفي من قبل المفوضية، لكن نحن نعمل هذا العام بعد أن وجه رئيس الجمهورية بالتجديد لمدة عام للجنة الذي سينتهي ولاية اللجنة هي في بداية سبتمبر، وهناك توجيه من قبل رئيس الجمهورية بتمديد عام، سيصدر قرار جمهوري خلال هذا اليومين القادمين بالتمديد. نحن يعني نطمح إلى أن يكون هناك تعاون أكبر مع المفوضية، ومستمرون يعني في عملنا ومستمرون في التعاون مع كل الأطراف وكل المجتمع الدولي وكل من يسعى إلى الوصول إلى الحقيقة وإلى إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب من مارسوا هذه الانتهاكات. عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الأستاذ عبد الرحمن برمان كنت معنا من الرياض. عودة أخيرة إلى فيينا مع الناشط الحقوقي الأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، من وجهة نظرك دامة اللجنة قامت بمهامها وعملها وتغطية كل الأماكن ورصد كل الانتهاكات، هل يعني مجلس حقوق الإنسان سيصادق على كل التقارير التي ترفع له من اللجنة الوطنية، أم ربما بعد هذه الدعوة لتشكيل لجنة أخرى سيكون هناك معوقات وعدم الرضا والقبول بأي تقارير من قبل اللجنة الوطنية؟ الوطنية في الكريم كما هو واضح وكما بين الأستاذ وبينا سابقا أن لديها قرار تأييد مجلس الأمن، والآن مسايرة في هذا الأمر. تقارير اللجنة الوطنية أمامها أمرين، أن تتقيد بالمعايير الدولية ثم ترفعها إلى القضاء اليمني أو القضاء الدولي. مجلس ليس هنالك داعي، يعني مجلس الأمن ليس مختص بالمصادقة على هذه التقارير من عدمها، وإنما الأصل في التقارير أن تكون موضوعية وأن تكون محايدة وأن تتقيد بالمعايير الدولية ثم ترفع إلى القضاء اليمني، هو الذي سيبث في كل الدعاوى المرفوعة، والقضاء الدولي في كل الدعاوى التي وثقت في هذه التقارير. نعم، لكن ربما يعني يحدث مثل هذا الأمر أستاذ توفيق إذا كانت يعني البلد في ربما في وضع مستقر وهناك يعني مؤسسة القضاء تعمل بشكل مستقر والبلد يعني وضعها السياسي مستقر، فربما يعني يكون هناك تدخل من قبل القضاء اليمني ومن ثم رفعها بالطريقة التي تحدثت. لكن في ظل الوضع القائم يعني سلطة الميليشيا الانقلابية في صنعاء وأيضا الحكومة الشرعية في المحافظات المحررة، إذن كيف يمكن يعني إيصال الأمر بالصورة الصحيحة التي تشكل رأي عام لمعاقبة منتهكي هذه الجرائم؟ هو كما قلت لك أخي الكريم، اللجنة الوطنية ستصدر تقارير، هذه التقارير سواء ستوضع من خلال نافذتها الإلكترونية أو ستقاطب ترفع لرئيسة رئاسة الجمهورية، وإذا عجز الأمر عن تحريك هذه الملفات على الأراضي اليمنية أعتقد أن الحكومة اليمنية عليها أن تذهب بعيدا نحو القضاء الدولي، أيضا هو الذي سينظر في مسار هذه التقارير. شكرا جزيلا لك رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات الأستاذ توفيق الحميدي كنت معنا من فيينا. الشكر أيضا لعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن الأستاذ عبد الرحمن برومان. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا تحيا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.